كوك ستوديو مقدم لكم من طرف كوكاكولا. كوك ستوديو بروح مغربية. بليزير غادي نغني معاك. هذا صافي بليزير غادي نغني معاك وانا فرحان وغادي تكون 100% غادي تعجب العالم ماشي اولاد المغرب. فيها سيستاتي وما تعجبش انت راه حتى كاين تبارك الله وصلى النبي ان شاء الله ربي يوفقنا. بالنسبه للستريس ماشي ما كاينش ضروري، واخا اي ارتيست كيما كان في العالم اللي كيطلع سيرسان واخا يكون عنده في كاريرته 80 عام غير كيحترج ليه يسوا بلاطو سوا سان راه كيكون ستريس. باقي في ليموسيون، باقي مسافر، باقي مغيب، داني معاه، سافرت معاه. الجو كان مراحل، تلاقينا احنا وسط لي ميوزيسيان، احنا انا وياه بحال ديجا خدمنا سيرسان، بحال داز الكورون. يا اون ايموسيون، واحد لينيرجي، واحد باقيين فيها لدابا، دونك ما بغيناش الاغنية تسالي. ليلة الخميس الفرحة عندي في دارنا، عروسة وعريس مرحبا يا جيراننا. ليلة الخميس الفرحة. أنا بغيت نقول كلمة، ما كنتش نغني مع خولة، كنت نغني مع بنتي. صافي بليزير، حسيت بها بنيتي قدامي، فكان قلبي في الغنى معها أكثر ما يكون مع طه. سلمى رشيد كانت موفقة جدا. الحمد لله، يعني كنا بزوجنا فرحانين، بزوجنا غنينا يعني بكل فرح. حاولت باش تنسجم مع الأغنية وعطات واحد الشكل الجميل. كل واحد فينا مرتاح مع الثاني في الغناء، في لي رياكسيون، في كل شيء. وردة يسقط راس، وردة يسقط وردة يسقط راس، صار راس جيب إخوان. ناس ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ ناسي جزمان. أغنية كانت ماشي سهلة صراحة في الأداء، مزيانة زوينة، فيها فيلينغ زوين. والأغنية هي كانت من واحد الحجم اللي هو كبير ومعروفة، ومولاها يعني الله رحمه الله محمد رويشة اللي أعطاها واحد اللون، داك اللون اللي عطاها وداك البياتي يعني عطانا واحد المساعده انا والاخ الدوزي. كوك ستوديو بروح مغربيه. كوك ستوديو قدم لكم من طرف كوكاكولا.